قولي كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل اطيعوا الله فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين لا ذرية بعضها والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقف مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.